انت داخل الكورس ده هتتعلم كل اللي انت شايفه ده، زي ما انت شايف كده السكيور والايدنتيتي والاجر اكتيف دايركتوري واليوزرز والجروبس. هنتكلم على المانج بتاع السبسكريبشن والاكاونت، هنتكلم على الاجر بوليسز والرول بيزد اكسس كنترول، هنتكلم عن الادمنستريتور بتاع الاجر يوزنج الريسورس مانجر، الاجر بورتال، الكلاود شيل والباور شيل والسي ال اي والاي ار ام تمبلت. هنشتغل مع بعض على الكونفيجر بتاع الفيرتشوال نتوركينج انكلودنج البلاننج والاي بي ادريسنج، الاجر دي ان اس نتورك سكيورتي جروب والاجر فاير وول. هتاخد فيه الكورس كونفيجر للانترنال سايت كونكتيفيتي سوليوشن لايك الفي نت بيرنج، وهنتكلم عن كل حاجه بالكلام ده بالتفصيل. احنا بس بناخد بس مفاهيم كده اساسيه عشان تبقى عارف انت الدنيا رايحه فين معاك جوه الكورس. هنتكلم مع بعض عن الفيرتشوال نتوركينج جيت ويز والسايت تو سايت بي بي ان كونكشن، هنتكلم عن المانج نتورك ترافيك يوزنج نتورك راوتينج والسيرفيس اند بوينت، الاجر لود بالانسر، الاجر ابلكيشن جيت واي. هناخد امبلمنت ومانج وسكيور للاجر ستورج اكونت، بلوب ستورج، اجر فايل ويز فايل سينك، دي انواع من انواع الستورج هتتعرف عليه طبعا، البلان كرييت والسكيل فيرتشوال ماشين. هنشتغل مع بعض على الادمنستريت اجر ابلكيشن سيرفيس والاجر كونتينر انستنس والكوبرنيتس. على فكره هنا في الكورس بتاع الادمنستريتور انت بتاخد اساسيات الكونتينر والكوبرنيتس او المايكرو سيرفيس بشكل عام، بس مش مطلوب منك ان انت تتخصص في الموضوع بشكل كبير، بس على الاقل تبقى فاهم المفاهيم دي وفاهم الدنيا فيها ماشيه ازاي. عندك كمان الباك اب فايل والفولدر والفيرتشوال ماشين، المونيتور اخر نقطه اللي هي المونيتور على الاجر والانفراستراكشر مع الاجر مونيتور الخاص بالاجر الالارتس واللوج والاناليتكس والنتورك واتشر. دي كلها على فكره حاجات ادوات بتستخدمها في الكورس.